زيك فن تبع الموجة. اليوم سي حبيب منطقة قصر القباب قاعدة تعيش في سياسة تعطيش، لأن عندنا تو أكثر من 10 أيام، أنا مواطن بالخارج عندي أكثر من 10 أيام من هنا، معناها قاعد نستعمل بساترنا، الماء مش موجود خلاص، فهمني؟ شوفها في معناها درجة الحرارة توصل 41، كانت عندنا أعراس، ناس مرضى، ناس كذا، سياسة تعطيش نشوفها، معناها سياسة المعتمد ولا السناد وكل شيء مشينا لنا معناتها من أول، عندنا مش من سنارة، عندنا تو السنين معناها نفس السياسة، فهمني؟ وعدونا باش يجيبوا الماء من برعمير، عندنا تو قداش نتبعوا، فما شيء، الانستالاسيون لازم تتعاود، لأن حتى كان يجي يتصلوا الماء من برعمير، أنا نأكد لك أن معناها كي سايب الماء معناها كلها باش تكسر الانستالاسيون، الانستالاسيون قديمة والمندوب هو هذا هو خدمها ديجا من زاني 80، خدمهم هو واحد وهو فما أقر اللي راهو من المستحيل أن الماء باش يوصل معناها بطريقة معناها باهية. السياسة نتاع تعطيش معناها أنكر ويابا، أنا واحد من الناس معناها صورت وعندي صور وكل شيء مهول، مانيش عارف وين باش يوصلوا بالدرجة هذه، فهمني؟ شباب معطل، شباب كذا، واحد وتوصل حتى معناها متعطش، لازم يدوش، لازم يتوضا، لازم يشرب الماء، مش معقول سترنا الماء راه ب 30 دينار اللي ما عندهاش كيفاش باش يعمل، فهمني؟ هذه معناها سياسة بصراحة أنا نشوفها، راه مواطن بالخارج نشوفها أنكر ويابا، يا خويا الماء هو يقول لك معناها خلقنا من الماء كل شيء حي. فهمني؟ إلا ما تابش تواصل السي هذا، معناها حتى الجالس المعتمد والمندوب ما ثماش حلول جذرية. هذه الإشكالية، علاش الناس مثلا تشوفها حالة احتقان والناس على أعصابها، يلزمهم يشوفوا حلول جذرية. اليوم راهي وقفة احتجاجية بالنسبة للناس، راهي فاضل كاس وكل شيء، راهو مشكلتنا احنا قصر الدباب، راهي منطقة فيها 7000 ساكن، والمسؤولين يماطلوا فينا كل يوم، راهو ها باش نعمل لكم حلول وكذا، ما فما حد شيء. سبحان الله، الناس في الصيف مروحه من فرنسا، الناس مروحه من غربه، باش تروح بحذا ديارها بحذا اقاربها وكل شيء، يكرهوهم في المرواح، علاش برب؟ المهم الحصيل، وحنا نبغوا اليوم وقفه صحيحه من المسؤولين، يا خويا عدونا بحاجات صحيحه، ما عادش يلزم حاجات عمليه وحالا زاد، مش ما تصبرش حتى الامور الكوميرسيال معناتها التجاريه. أيه تولها مثلا، انا عندي مطعم، جاري عنده قهوه، كل شيء حابسين يا اخي، سبحان الله يا اخي، الدنيا كلها حبس، وهذا طريق دوليه مش وطني، هذه راهي طريق دوليه الناس كلها تتعدى منها وجهه البلاد، كيفاش يقصوا علينا الماء وكيفاش توجيه حد، سبحان الله، واحد بيقضي حاجه كذا ما يلقاش الماء، راهو بالنسبه للماء في قصر الدباب راهو براهي معضله عندها برشا بالخير، درنا لهم حاجه والماء خلصوا فيه وهكاك، ثاني جيت الورق ولا ما جيتش، سبحان الله، هذا معي من خارج جاي في عطله مبنى عائلة، ما تعرف احنا مش في الماء، يعني هذه ابسط الاشياء، الماء مش موجود، ايش هي حالة حياتنا؟ تعيش من غير ماء؟ تم انت تعيش من غير ماء؟ ها؟ لا يمكن باش تعيش من غير ماء، يعني الماء هذه كل انسان لازم يفكر فيها، مش انا باش يجي نسك ونعيط ونعمل لك عصامات باش تجيب لي الماء، هذه تفكر فيها انت، انت كمسؤول، انت راك مسؤول عليا، انت اللي قاعد تسير في البلاد، مش انا سير فيها، انا نتبع في جرتك باش تفهمني ونفهمك، اولادك يجوا ما يدوشوا، انا عندي 10 ايام ما ندوش، الماء ما عنديش، كيفاش تحب نعيش؟ كيفاش تحب نعز البلاد؟ اعطيني المنطقه هذيك، فهمونا، ما هو ثم يلزم راي شامل الناس الكل، والرؤساء المصالح لازم يكونوا واجب، وشوفوا يا سيدي صحيح الماء يقص 3 أيام 4 أيام، اما مش تخليش شهرين يقص ما تخليش الماء، كم يقع عطب، تفهم الشيء هذا، راني مسؤول في الخارج انا. مسؤول انا راني بتراتب انسان جي سيفيل وحياتي في العمل والمسؤوليه، انا عارف ايش يلزم.